صباح الخير، احنا النهارده 9/11/2021 بنصور فدانين وربع على الطريق الصحراوي مصر اسكندريه. دي الجنينه بتاعت الفيلا، دي مانجا، ده برتقال، جنينة معمولة تشكيل، وده زيتون، يعني قول لي خلاص خلاص ماشي. ده الزيتون، دي الجنينة معمولة تشكيلة، أرض ممتازة وفي مكان مميز جدا على طريق الصحراء ومصر اسكندرية. هندخل دلوقت نصور الفيلا من جوه، ومعمولة بلح، نخل بلح، وده المراجيح بتاعت الأطفال. ده السور اللي داير ما يطير على الأرض. ودي الواجهة، دي الفيلا، دي الواجهة بتاعتها، ودي الجنينة بتاعت الفيلا. دي فدانين وربع، حاجة مميزة جدا. هندخل نصور جوه الفيلا. المطبخ، ده الحمام،
نرفع الدور الثاني. شريف فين؟ شريف كم أوضة هاد؟ خمس أوض. خمس أوض. الدور الثاني خمس أوض. في الصورة طلع في الوقت طالب. برا. برا كاري. لأول أوضة. أنا بتحرك كنت صور. هاد. دي الأوضة الثانية. خشي دي اوضه الحمام. ودي اوضه ثانيه. ثالثه. وده الحمام بتاع الاوضه. ايش ممكن تسوي؟ اهم شيء الغريب. ودي اوضه كمان. بس دول ثلاث اوض بس عشان الشبابيك مقفوله. وده الحمام. ده الروب بتاع الفيلا. ده الجنينة. دي الجنينة من فوق. أرض مميزة جدا. وده الجار. مزروعة مانجا بسم الله ما شاء الله. حاجة كويسة جدا. أرض فيلا على فدانين وربع. سعر مطلوب 4 مليون. 4 مليون فدانين وربع. شكرا. صباح الخير. النهارده 9/11/2021 على طريق الصحراوي مصر اسكندرية. بنصور 3 فدان بالفيلا بتاعتهم. دي الجنينة بتاعت الـ3 فدان. أرض مصورة. وده سكن العامل اللي في الأرض. ودي غرف فراخ. أوض بتاعت فراخ. ودي الجنينة بتاعت الأرض. أرض مصورة. الأرض تبعد عن الصحراوي 1 كيلو. أرض مميزة في مكان مميز على طريق الصحراوي مصر اسكندرية. الأرض كلها متصورة بالصور.
ده مكان الشاي، تشوي كباب لحمة كفتة. ودي الجنينة، وده حمام السباحة. طبعا له فترة ما فيش مية. ودي الجنينة بتاعت الأرض، دي تلات فادين. ورق الأرض شهر عطاري. ودي المانجا اللي في الأرض، دي الجنينة بتاعت الأرض. الأرض ثلاث فادين، ورق شهر عقاري خالص الثمن، معلش أي فلوس. مطلوب في الفدان، مطلوب في الأرض كلها 4 مليون. ثلاث فادين مطلوب فيهم 4 مليون. أرض كهرباء ومية، أرض متصورة، وأرض مميزة جدا، مكان مميز، ومطلوب فيها 4 مليون. شكرا. مساء الخير. احنا هنا في مزرعة 2.25 فدان، مميزة جدا. مزرعة 2.25 فدان بيننا وبين الصحراوي، منكملش 3 دقايق بالعربية. دي استراحة دورين، المدخل بتاعها. مزرعة فيها عنابر جوه، واستراحة للعامل والجماعة بتاعته، استراحة كبيرة، وفيها عنابر في الآخر، ومزروعة كلها زيتون، وجنينة حوالين البيت، أشجار متنوعة ونخل. برجين الحمام دول تبعها، دي العنابر هناك للاستراحة. تصور ملوحة المية هنا 250 جزء في المليون، عقد ملك نهائي خالص الثمن، مسجلة شهر عقاري. منطقة محترمة جدا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. هنخش الفيلا دلوقتي نصورها من جوه. ده شجر زيتون متخمس مانجا، مانجا كيت. ورق الشجر نظيف. في
فيهوش المرض. احنا دلوقتي في شهر يناير، ده شهر شهور الشتاء، دي بتبقى شهور التجهيز للموسم. بتبقى التسميد والتقليم والرش بيبقى في الشهور دي عشان الموسم الجديد. دي أشجار متنوعة، مشمش وبرقوق، وفي برتقان صيفي. دي الجنينة بتاعت الفيلا. هنخش دلوقتي على الفيلا ونشوفها من جوه. اتنين وربع فدان ومطلوب 3,500,000. ادخل من هنا من الباب ده، من السلم. دي هنا الفيلا من فوق. هنا ابراج الحمام تبعنا ومع العنابر. العنابر دي موشي ولا غنم؟ الاثنين شغال. تشيل قد ايه؟ تشيل كميه ولا بس ما اعرفش. دي الجيران قدامنا. زي ما قلنا 2.25 فدان. عقد ملك نهائي خالص الثمن. مسجل شهر عقاري. مطلوب 3,500,000. الملوحة المية هنا 250 جزء في مليون. وكهرباء ريفي. وهي مكان محترم جدا. زي منتجع الجار بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، زرع كله مانجا. بني فيلا جميلة، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة جدا. السلام عليكم. صباح الخير. احنا في الكيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. كيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. بنصور فدان وربع. فدان وربع مزروع مانجا. مانجا كيت. وتحت تحت المانجا مزروع بقى خضار كتير، فول وثوم وحاجات كتيرة وبصل. دي المانجا، شجر المانجا. ورق محترم مفيهوش مرض. والورق الجديد اهو بيطلع. فدان وربع. دي مباني للطيور، فيها غرفة للحارس. دي لسه بتتبني، لسه مبنية حديثة، اسمنت لسه بلونه. غرف للطيور.
فيها الفيلا دي، دي تبع الارض. هنروح لها دلوقتي. ده شجر المانجا، شجر المانجا بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا، شجر منتج مانجا كيت. الفول طبعا، الفول والمانجا والحاجات دي بتطلع على المياه الحلوه، تقبلش المياه المالحه. المياه هنا 650 جزء في المليون، 650 جزء في المليون. دي على شمالنا المزرعه اللي جنبها برضه مزرعه مانجا كيت. واحنا هنا رايحين على الفيلا. الفيلا متصورة كلها داخليا. هي عايزة شوية شغل نظافة، ده شيء بسيط. دي المباني دي كلها جوه الارض، غاية الحمام كلها جوه الارض. دي للغنم. ودي برضو تنفع للغنم. هم عاملينها مثلا من التبن وكده، برضو محترمة جدا. فدان وربح. المساحات الصغيرة دي بتبقى نادرة جدا. في الكيلو 64 طريق مصر اسكندرية. دي الفيلا قدامنا اهي هناك. المزرعة كلها مانجا كيت. دي برضو المباني دي تبع الأرض، دي مربين فيها طيور برضو. مزرعة جميلة وبسيطة. ده هنا شوية فراخ وبط مصورهم برضو. فين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. ده البيت بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يزيد ويبارك. ده البط بسم الله ما شاء الله. ده شنشلة فرنساوي ده ولا ده ايه؟ مسكوفي. مسكوفي؟ بسم الله ما شاء الله. هناك ايه؟ ازيكم يا حلوين؟ ازيكم أمامير؟ بسم الله ما شاء الله. ده بط بلدي. ده مسكوفي ولا بلدي ده؟ ده بلدي صح؟ بلدي. بسم الله ما شاء الله.
ده بط بلدي. ده البيض بتاعها اللي وده البيض بتاعها. ده بيض البط ده؟ ده اللي بتنام عليه وبتطلع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ودي فراخ بلدي. دي عشان رمضان. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله. المزرعة فيها مباني كتيرة للطيور، احنا شفنا عدينا على المباني اللي في الاول وغية الحمام. حاجة جميلة جدا، والشمس ابتدت تطلع اهو عشان احنا شفنا في البرد ده. وفي شوية تين شوكي برضو ضاربين كويس، دول منتجين برضو. احنا كده في اخر الارض، في شوية تين شوكي محترمين. خط تين شوكي في الاخر. حاجة محترمة جدا وسعرها مميز جدا، من الحاجات اللقط اللي موجودة هنا في المنطقة. فدان وربح مطلوب 1,800,000. 1,800,000. السلام عليكم. ده شجر المانجا الجيت، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة جدا. دي غاية الحمام اللي في الوش. حاجة محترمة. في فيلا جميلة جدا وقرب القاهرة. الميزة في الأراضي هنا إن هي دي أراضي زراعية مش سكنية، والواحد عشان ياخد بس فيلا زي دي بالمسطح بتاعها بس، يعني حاجة زي 500 متر ولا حاجة، بدل ما بيشتري في الشيخ زايد وزايد الجديدة، يعني أقل حاجة زي دي مثلا بمساحة الفيلا بس فعلوا 15-20 مليون. هنا بتاخد أرض زراعية وبتبني الفيلا بتاعتك، ونفس المسافة بالظبط، ما انتش بعيد عن القاهرة. احنا هنا في كيلو 64 طريق مصر اسكندرية. الكارتة بتاعت القاهرة عند الكيلو 30، يعني بتمشي 34 كيلو في طريق مصر اسكندرية. فدان وربح مطلوب في الفدان، مضروب في الأرض كلها 1,800,000. سعر الأرض 1,800,000. عقود نهائية خلصت الثمن، عقود نهائية خلصت الثمن، ما عليهاش جنيه للدولة. صباح الخير. احنا في كيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. دخلت الكيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. صور مزرعة فدان. فدان احنا على الطريق دلوقتي. المزرعة دي متصورة كلها، هي اللي في وشنا دي، وفيها فيلا ومزروعة. نشوف الفيلا، نبتدي بالفيلا. احنا كده على الطريق. الفيلا مفصولة عن الأرض بسور داخلي. المزرعة كلها الاتنين فدان كلهم متصورين الأربع اتجاهات، الأربع أضلاع بتوعها. وهنا دي الفيلا لها مدخل خاص لوحدها ومتصورة مفصولة عن الأرض. ده التراس الخارجي، ده التراس الخارجي معمولة كلها فرفرجي من بره. والدنيا هنا امان، يعني مش محتاج فرفرجي ولا حاجة، بس امان للفيلا. ده كده الريسبشن. الريسبشن ثلاث قطع، ثلاث قطع. ده حمام الضيوف، ده حمام الضيوف.
ده المطبخ. ده المخزن. ماشي ماشي باينة كده. ده المخزن تبع الخزينة والحاجات دي. خلينا نطلع الدور الأول. دي الليفينج روم. الليفينج روم في الأول. بعدين نخش على التقسيمة من جوه. في دي ده زي المطبخ برضه تاني. مطبخ في الدور التاني كاتشات عشان بس هو كبير يعني ممكن ينفع مطبخ كامل بدل ما ينزل تحت. الدنيا كلها فوق. دي أول أوضة. أوضة أطفال. دي اوضه برضو المفروض تنفع الرئيسيه. هو حاطط سريرين. ممكن تحط سرير كبير تبقى الاوضه الرئيسيه او دي الاوضه الرئيسيه. السرير الكبير اهو. دي تالت اوضه. تمام. يبقى تلات اوض وحمام ومطبخ وليفينج روم. اللي فوق ده مفتوح. مانجا كيتس ومانجا اصناف. مانجا كيتس ومانجا اصناف. حاجة محترمة جدا. المانجا دي كلها مانجا منتجة. كده خلصنا الفيلا. نخش على الارض. ده شجر المانجا اللي احنا شفناه من فوق. وده خط برتقال صيفي ماشي مع سور
الفيلا. ده ليمون. بسم الله ما شاء الله. خط ليمون. ايه يا عم تخضيت؟ انت جاي تروي وانا بعدي اجنين. كده ماشيين في المانجا. مانجا كيت ومانجا اصناف. المياه هنا 650 جزء في المليون. مياه ممتازة تزرع كل أنواع الفواكه ما عدا الموز والفراولة. تزرع كل حاجة ما عدا الموز والفراولة. طب اطلعوا قدامنا انتوا بقى، انتوا عارفين الكلاب بتاعتكم. بدل ما ناخد لنا ده، انت مجرم من صغرك، عيال مجرمة. بس بسم الله ما شاء الله حساسين. ماشي بس ما تجيبولناش حد كبير. ها احنا ما ضايقناكمش. محمد خلاص. طيب عسل. بسم الله ما شاء الله. يلا امشي. دي الكلبة دي فيها مش بلدي اصلي، دي فيها خليط. فيها لا بيتبول على فيها لابرادور. دي ممكن بيتبول على لابرادور. الوش ده فيه لابرادور. الجمجمة بيتبول والما علينا. يلا والله لو اعرف ان انتوا موجودين كنت جبت لكم اكل معايا بقى. معلش المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. ده مخزن. طب احنا عايزين بس عشان الشجر قافل. ده مبنى كبير. المبنى ده بقى ايه؟ مخازن كله. سكن للغفير ومخازن عنبر وعنبر للطيور. هذا كبير ما شاء الله. طيب ده كده احنا كده في المبنى. انا مش عارف اصوره يعني عشان ما فيش مساحة قدامه فاضية. بس هو مبنى فيه سكن للغفير وعنابر للطيور ومخازن. الاثنين فدان عقد ملك نهائي خالص الثمن من الدولة معلهوش جنيه. واحنا في مدخل كيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ومطلوب في الارض مطلوب كم؟ 2,600,000. تمام. مدخل كيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ومطلوب في الارض 2,600,000. 2,600,000. السلام عليكم. صباح الخير. احنا النهاردة في زمام المنصورية. في زمام المنصورية بنصور فيلا على مساحة 2 فدان. 2 فدان وعشرين سهم. 2 فدان وعشرين سهم. المكان مميز جدا. دلوقتي بنتفرج على الموضوع اصلا من جوه. كبيرة.
السكيل وزي السباحة. على 750 متر الدور، الدور 750 متر يعني اجمالي 1500 متر. الريسبشن في جناح في الدور الأرضي، هناخدها من أولها. المطبخ فيه حمامات، هو الجناح ده اللي مقفول، ده جناح كامل مقفول، وفي في الدور الأول أربع جناحات. روز جميل بره خارجي. ده مطبخ وحمام. أول جناح هنا الدريسنج، هنا الغرفة، هنا الحمام، هنا غرفة تانية نفس المساحة برضه، مساحة كبيرة ما شاء الله. وده الدريسنج اللي احنا فيه، ده كده جناح من الأربعة. ده جناح تاني، ده الحمام والدريسنج، دي أوضة مصدر كبيرة. هنا نفس القصة، جناح للتراس الخارجي، ده الحمام، دي الأوضة الثانية برضو عليها تراس، على التراس، ده الدريسنج اللي احنا فيه، ده الجناح الرابع، دريسنج برضو، وبعدين أوضة كبيرة،
ده سنجابو ودي الحمام. ودي أول ثانية. وده حمام خارج. ده كده الجناح الرابع طلعنا منه. اتنين فدان وعشرين سهم. اتنين فدان وعشرين سهم. مسجلة شهر عقاري. عدد ثلاثة فاز. طبعا الفيلا كلها عايزه تشطيب من جديد. طيب في طير شكله طير كبير. كل المصالح اي قاعده المسطح بتاعه الدور 750 متر. 750 متر يعني الدورين 500 متر غير الروف بنفس المساحة. الارض 2 فدان و20 سم. مطلوب نهائي نهائي فيها 7 مليون. الروف 7 مليون. المنصورية جدا الصحراوي اوله مع الموت.